يسعى التطبيق عقار بالمشاركة كشريك ذهبي في منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية لهذا العام من باب إيماننا بعلاقتنا بشركائنا في القطاع العقاري. نأمل من هذه المشاركة في إبراز جوانب الابتكار والإبداع في الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنصات العقارية في خدمات التسويق العقاري والوساطة العقارية والخدمات السياحية في القطاع العقاري. ونهدف من هذه المشاركة للتركيز على دور المنصات العقارية في نمو القطاع العقاري ورفع جاذبية الاستثمار في العقار للمستثمر المحلي والعالمي. يفخر عقار بخدمة أكثر من 3 ملايين مستخدم في القطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني من ضمن مشاركة عقار في تحقيق مستهدفات القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.